هذا هو سد سيدي يعقوب بولاية شلف. هذا عندما يكون قريب من الامتلاء، ولكن عندما يكون ممتلئا آخره يكون في هذه المرحلة، وسنأتي بتحديثه الجديد في أكتوبر 2022. حاليا هو في هذه المرحلة، سد سيدي يعقوب بشلف في هذه المرحلة. لماذا؟ لأننا مررنا بصيف كبير وهذا السد متراجع بنسبة كبيرة. كما نشاهد هنا السد من بعيد يبدو متراجع بنسبة، ولكن المياه الموجودة فيه لا بأس بها. وهنا نلاحظ الأشخاص يصطادون الأسماك في أكتوبر 2022 من سد سيدي يعقوب بولاية شلف من أكبر السدود في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.